هل ده معناه يا كابتن ماهر ان احنا خلاص الموضوع انتهى، ولا دايما حضرتك في الجيل اللي حضرتك كنت بتلعب فيه بتحصل ان انت بتخسر مباراه؟ طبعا بنبقى عندنا بالنسبه لنا الخساره زي ما الكابتن عادل قال مختلفه شويه عن اي حد تاني، ولكن في النهايه انت خسرت مباراه، ولكن عندك مباراه يوم السبت وبطوله جديده من يوم السبت. واللي انا عرفته الحقيقه وهي معلومات ان كل اللاعبين اعترفوا باخطائهم في هذه المباراه، وبالتالي اعتقد ان يعني اتعلمنا من حضراتكم ان دي بتبقى دايما البدايه، الاعتراف بالخطا بيبقى دايما هو البدايه. هو طبعا هارد لك يا اسلام لجمهور النادي الاهلي اولا طبعا، لان هو الوحيد اللي بيتاثر بشكل كبير جدا، ان احنا عودناه على البطولات، ان كل بطوله بندخل فيها لازم النادي الاهلي يكسبها، فاحنا بنقول له يعني بنتاسف لك، وكل منظومه النادي الاهلي من مجلس اداره الجهاز الفني للاعبين طبعا متاثرين بشكل كبير جدا، وكان يهمهم ان هم يفرحوا جمهور النادي الاهلي بحصولهم على بطوله السوبر. انا هرجع للزمن، ويمكن كابتن عادل يعني يأيدني في هذا الكلام. حتى اجيالنا احنا يا اسلام اخفقنا كده، وضاعت مننا بطولات بسبب الاجهاد، بسبب الاصابات، وبسبب تواصل المباريات اذا كان منتخب نادي. بس معلش يا كابتن ماهر، هو عشان برضو الناس دلوقتي يعني بتعتبر ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده تبرير للخساره، ولكن حضرتك احنا مش تبرير، احنا كابتن عادل قال ان واقع. يعني واقع احنا عشناه. وبعدين بتوصل كمان يا اسلام لمرحله العدد اللي اتكلم عليه كابتن عادل 77 مباراه، بيحصل نوع من الاشباع. يعني انت النهارده بص على وجوه لعبتنا تحس ان اللعيبه يعني متشبعه بطولات ولعب وحتى فترات الراحه يا اسلام 7 ايام مش كافيه. مهم جدا يا كابتن ان حضرتك تقول الكلام ده، لانه الجمهور محتاج يعرف بالظبط هذا الكلام. الجمهور ما يبقاش عنده تخصص قوي في المواضيع دي، الناس فاكره ان انت خدت 7 ايام دي معناها ان انت خلاص تمام. لا لا بعد 72 مباراه يا كابتن عادل طبعا اعتقد ان ده 7 ايام ده قليل جدا. ما بنبررش انا وكابتن عادل اسلام، احنا لا هو ليس تبرير، احنا اصل احنا قلنا في الاول انسان احنا عشناه. فاحنا التواصل الاجيال، احنا مرينا بالظروف دي واحنا جيل السبعينات، يعني جيل العظماء ولعيبه على اعلى مستوى ما شاء الله. وكنا بنخسر من 36 مصنع 36، يعني بردك اخر الدوري، وبتحصل المفاجات دي. احنا بردك ضاع مننا كابتن عادل يمكن يفتكر البلاستيك بردك ال 11 ورا، وهم نازلين للدرجه الثانيه، واحنا يكفي بس ان احنا نكسب المار جول واحد. ضيعنا اكتر من 50 جول. درجه الجول مره من المرات عمل كده وراحت خبطه في كتفه وطلعت طار الشيخ. فيعني عايز اقول لك ان وارد جدا بشكل كبير، وزي ما انت ذكرت يا اسلام وقلت الدوري التونسي، ويمكن حتى كمان في اوروبا الراجل بتاع درجه ثانيه بيعطل البطل اذا كان في كاس او في النهارده في مانشستر يونايتد طلع من حد في درجه الفريق في الدرجه الثانيه في كاس. النهارده الاشباع الكروي ده يا اسلام انا مريت بيه. تفاجئ ان اجي اوقف الكره تعدي من تحت رجلي نتيجه العدد المباريات اللي لعبتهم خلال سنتين، تلاحم دوري عام وكاس مصر وافريقيا، وبعدين نروح المنتخب وهنرجع من المنتخب، بيحصل نوع من الاشباع للعيب. النهارده السبع ايام دول الناس فاكره ان السبع ايام دول يعني حاجه كبيره جدا ان اللعيب يرجع لحالته المستشفى مره ثانيه، ده بالعكس، ده السبع ايام دول يعني بدايه، يعني بتحط رجلك على اول السلمه، لكن انت محتاج كمان على الاقل سبعه زيهم بالظبط، سبعه زيهم على اساس ان ارجع بعد كده فتره اعداد جديده، واخد بالك، ابقى مندعش فيها داخل بطوله زي بطوله السوبر ديت، يبقى انا ريحت كويس. عندي كمان الاشباع ده، محتاج بقى ان انا العب تاني واخد بالك وامارس تاني واكسب تاني. فالنهارده انا مشفق على اللعيبه بشكل كبير جدا طبعا، والاداء اللي حصل ده يعني عايز اقول لك احنا من خلال ال 77 مباراه دي اول مره نشوف لعيبتنا بهذه الحاله. مظبوط.